السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: اليمن يكشف تعرض المدمرة الأمريكية ماسون للإصابة وعرض صاحبها للصيانة، وإلى التفاصيل. كشفت اليمن اليوم الخميس تفاصيل جديدة حول استهداف المدمرة الأمريكية ماسون، يتزامن ذلك مع عرض لسحبها. وألمح نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء العميد عبد الله عامر في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المدمرة تعرضت لحصار استمر لساعات قبل استهدافها. وكتب بن عامر: هل سبق وأن تعرضت بارجة أجنبية أمريكية للحصار عرض البحر لعدة ساعات؟ وجاءت تغريدة العميد بن عامر بعد ساعات على إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف المدمرة الأمريكية ماسون أو مايسون بصاروخ باليستي. وتشير تغريدة بن عامر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت خلال محاولة فك الحصار عن المدمرة الأمريكية، ما دفع القوات اليمنية لاستهدافها بصاروخ باليستي. وتتزامن تلميحات بن عامر مع حملة يقودها محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، تفيد بعرض على أمريكا، يعرض فيها على أمريكا سحب المدمرة. أشار الحوثي في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى قرار اليمن استهداف المدمرة، معتبرا بقائها في المياه اليمنية انتهاكا وجريمة وإرهاب. وأطلق الحوثي هاشتاغ تحت مسمى غادري يا ميسون، مرفقا إياه بمثل شعبي ينص على الحذر ولا الملامة. وتخوض اليمن منذ يناير الماضي مواجهات غير مسبوقة مع القوات الأمريكية والبريطانية اللتان عززت بوارجهما في البحر الأحمر في محاولة لكسر الحصار اليمني على الاحتلال الإسرائيلي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.